صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور. ايه مالك؟ شكلك متضايق. لا خالص، ما نمتش كويس امبارح. الفرح اللي كان في الاوتيل كان عامل دوشه فظيعه. معلش يا حبيبتي، ما انت عارفه الافراح دي مهمه جدا، بتزود دخل الاوتيل جامد. وبعدين مش ده شغلك، مش انت اللي بتتفقي لنا على كل الايفنتس اللي بتحصل في الاوتيل. النهارده 4 يناير. فهمت قصدك ايه؟ قصدي انك لازم تنسي بقى. ما هو مش معقول كل ما يجي تاريخ عيد ميلاده مودك يقلب، تاريخ وفاته نفس الحكايه، حتى تاريخ عيد جوازك اللي هو برضه النهارده. صحي وقلبالي وشك. وصحيح حسين الله يرحمه كان ابن عمي وكل حاجه، بس انا ما بقتش احب اجيب سيرته ولا احب افتكره. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت هتغير من واحد ميت؟ انت اللي وصلتيني لكده. منين بتقولي انك بتحبيني وانت اي حاجه ليها علاقه بيه مش قادره تنسيها؟ ممكن تهدى؟ اهدى شويه. على فكره انا بحبك وبحبك قوي كمان. عمري ما هنسى ان انت البني ادم الوحيد اللي وقفت جنبي لما حسين اختفى، وعمري ما هنسى ان انت اللي طبطبت على نور، وعمرك ما فرقت ما بينها وما بين كارما. عمري ما هنسى كل ده، بس انا غصب عني. انت اكتر واحد عارف ابن عمك، عارف قد ايه هو كان بيحب الحياه ومتفائل. اكيد يعني لو حصلت اي مناسبه تفكرني بيه هتاثر شويه. مش معنى كده ان انا لسه بحبه، عشان هو بكل بساطه خلاص ما بقاش موجود. رحيل انا عارف انت حساسه قد ايه، وفاهم كل كلمه انت بتقوليها ومقدرها، بس لازم تبقي عارفه ان انا بحبك قوي وغصب عني بغير عليك. وانا كمان بحبك قوي، ما كانش قصدي، غصب عني. اوكي يا حبيبتي، اوكي. انا هدخل اغير عشان عندي مواعيد كتير النهارده، بس كله هنا في الاوتيل. وانا هستناك على الغدا. اوكي. الله يرحمك يا حسين.